السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن نادي هاتاي سبور التركي على موقعه الرسمي بأن متوسط ميدان الفريق مهدي بوجمعة تلقى دعوة رسمية من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري خلال التصفيات المقبلة لكان 2023. وكان بوجمعة قد قدم مستويات أكثر من رائعة هذا الموسم في الملاعب التركية، الأمر الذي جعل المدرب جمال بلماضي يستدعيه للتربص القادم. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيواجه كل من أوغندا وتنزانيا في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا خلال شهر جوان المقبل. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.